وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما شاء الله، إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يبارك فيك، إن شاء الله يبارك في الشيخ اللي قاعد تقري فيك، وربي سبحانه وتعالى يبارك لوالديك، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يجعلك يعني منارة علم. والشكر موصول للشيخ السنين تقري فيك، وكذلك موصول لكافة أعضاء الفرع المحلي الهداية دار فضل سكرة، يعني لكم عندهم الفضل علينا كبير برشا أنه محتووك في الجمعية، وإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى ينفعك وينفع بك. أردت أن نذكر آية، أنه كما قلت لك قبيلة أن الله سبحانه وتعالى استعملك لهذه الخيرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت توا كملت الشقة الأولى، يعني القلم الأول، الحمد لله، توا لازمك تتوكل على ربي سبحانه وتعالى وتبدا في الاقلام الثاني ان شاء الله، وسنعطيك كيفاش الطريقه اللي مستخدم بها ان شاء الله، وربي سبحانه وتعالى ينفعك وينفع بيك ان شاء الله. قولي امين.